أشغال يدوية ورسومات تعبر عن معاناة السوريين في الشتات، فمن رحم المعاناة يولد الإبداع. ومن هنا كان إقامة بازار الصيف مع اللاجئين في العاصمة الأردنية عمان الذي يعود ريعه للاجئين. البازار بينمي المرأة، إنه بيشجعها كيف إنه تعرض منتجاتها وتعرض شغلها، وكمان بيمكنها بيعمل مثل ما بيقولوا تعريف للمنتجات السورية بشكل عام ولكل منتج بشكل خاص. هذا واحد. اثنين، بيعرف الناس على منتجات السوريين. هلا نحن بحلب، بس قلتي حلب بنذكر الصابون والزعتر. ويأتي إقامة بازار الصيف كواحد من النشاطات التي تقيمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم اللاجئين معنويا وماديا، حيث استقبل الأردن 1,300,000 لاجئ سوري بحسب إحصائيات الحكومة الأردنية، 670,000 منهم مسجلين كلاجئين من أصل 775,000 لاجئ يستضيفهم الأردن، ليصبح ثاني دولة في عدد اللاجئين مقارنة بعدد السكان. في 57 جنسية مختلفة مسجلة بالمفوضية بالأردن. هلأ المساعدات المقدمة للاجئين حاليا هي التركيز والتكيف على المساعدات تقدم للمجتمع السوري للاجئين السوريين أكثر من أي جنسية أخرى. فحاليا عديد بنحاول ناشد المجتمع الدولي لدعم اللاجئين من الجنسيات الأخرى كمان، لأنه بتعرف هدول تهمشوا كمان بفترة من الفترات وبطل فيه مساعدات توصل لهم بقد اللاجئين السوريين. فاللي بنحاول نقدمه احنا كمساعدات سواء كانت مساعدات نقديه ولكن لفئه محدوده من اللاجئين، مش بالكميه المطلوب. وعلى الرغم من اعاده فتح الحدود مع سوريا، الا ان 18,000 فقط عادوا الى بلادهم، 6,000 منهم من المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين يسكن اللاجئون في المناطق الحضرية بالإضافة إلى توزيعهم على المخيمات التي يبلغ عددها 4 تقدم لهم من خلالها الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. دام الكردي، قناة الغد، عمان.